بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. اليوم غادي نبداو أول وصفة اللي هي اللحم بالقنارية. تيجي صراحة زوين بطريقة مبسطة. غنحتاجو شوية اللحم على حسب أطراف الأسرة، وشوية ديال القنارية، خلاص البصلة ومطيشة والقزبر والمعدنوس، أنا شوية ديال الزيت نص كاس، زيت الرومية وزيت البلدية، عندنا هنايا السكنجبير، الملحة، البزار، عندنا شوية الخرقوم، وشوية ديال القزبر يابس، وشوية ديال التومة غبرة، لأن غبرة كيكون مع اللحم تتكون أحسن، أما تزاش تدر يعني طرية، وشوية ديال الحامض مرقد. دابا إما غنديرو اللحم يتشحر، وغادي نزيد البصلة، وتتبقى الأخيرة هما التوابل باش كيعطيو واحد النسمة زوينة. المهم هادي هي الطريقة ديالي. نزيد البصلة، غادي نضيفو التوابل اللي عندنا. ممكن نزيدو الماء سخون، مبقاوش حاولوش نزيدو الماء بزاف. بغيت نضيفو القنارية، ولي بغات يزيد بطاطا حتى الأخير، لأن القنارية كتشوي الوقت مع اللحم. وسنزيد شوية ديال الحامض، وداك المعدنوس اللي بقى غادي نضيفوه، وزيت طبعا، زيت الأوز تعطي واحد النكهة زوينة. بعد ما تنسد عليها تنحسب لها 15 دقيقة بالضبط، كتكون العافية مهيلة ماشي مجهدة، وتنعاود نزيد البطاطا حسب